دكتور بروجردي، واضح هناك تصعيد أمريكي روسي من خلال التصريحات السياسية، وأيضا تصعيد ميداني على الأرض بسوريا، وهناك إصرار من دول إقليمية بدعم الإرهاب وعدم التوقف عن دعم الإرهاب. في ظل كل هذه الأحداث، ما هي قراءتكم للمرحلة المقبلة لمنطقة الشرق الأوسط؟ أنا أعتقد بالنظر للأزمة في سوريا فإنها تشكل حالة خاصة استثنائية عن القاعدة بالنسبة لباقي الأزمات، حتى إننا نلاحظ انقساما بين الدول الدائمة في مجلس الأمن حول الموضوع السوري. وإذا رأينا أن الروس تدخلوا في المجال العسكري بكل هذا الثقل فإنه شيء مهم. إن هذه الأزمات وتداعياتها تجلت في أماكن خارج هذه المنطقة، فهناك رغبة في الخروج من هذه الأزمات إذا كانت في العراق أو سوريا.